إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الذي جمعنا في بيت من بيوته بعد فريضة من فرائضه أن يجمعنا غدًا على أرائك الجنة متقابلين، وأن ينزع ما في قلوبنا من غلٍّ يا رب العالمين، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعًا مرحومًا، وأن يجعل تفرُّقنا من بعده تفرُّقًا معصومًا، وأن لا يجعل بيننا ومعنا شقيًّا ولا محرومًا. أيها الأحباب، أدعو نفسي وإياكم إلى تجديد النية، فإن جلوس مجالس الذكر لربما كان بعد هذه الجلسة سعادة لا تشقى بعدها أبدًا، يوم أن ينادى البعض منا، وأسأل الله ألا نحرم النداء، أن يقال قوموا مغفورًا لكم، قد بُدِّلت سيئاتكم حسنات. الجميع لديه أعمال ولدينا ارتباطات، وكل واحد منا لو خرج من المسجد لوجد عملًا، ولكننا معاشر الأحباب إذا صابرنا أنفسنا على هذه الجلسات وهذه الساعات لربما أيها الأحباب انقلبت هذه الحياة إلى محراب عبادة لا حرمني الله وإياكم فضله. لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الحق جل وعلا ينادي عباده بعد أن تأذن سبحانه لعباده وأمر كل عبد من عباده فوق الأرض يمشي أن يعلم أن خلقه فوق الأرض إنما هي لحكمة، وما وجودنا فوق الأرض إلا لنحقق هدفاً، هدفاً سامٍ، وهو أن نحقق مرضاة رب العالمين. ومن فضل الله علينا أن أوجدنا، ومن فضل الله بعد أن أوجدنا من العدم أن هدانا، وهدانا لأحسن الطرق وأقوم دين لا يقبل جل وعلا من عباده أن يدينوا بدين غير هذا الدين. إنك أيها المؤمن لو تفكرت وأنت تقف بين يدي الله كل يوم، فتفتتح صلاتك بقولك الحمد لله رب العالمين، على أي شيء تحمده، على أي شيء تشكره، على أي شيء تثني عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نحن أيها الأحباب، حمدنا لله يحتاج إلى حمد آخر. إذا حمدت الله فاحمد الله أن أتاح لك فرصة حمده. ولذلك الحبيب نادى معاذ: يا معاذ، إني أحبك في الله، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وأعني على شكرك وعلى حسن عبادتك. أنت بحاجة من الجليل جل وعلا أن ييسر لك طريق عبادته لكي تشكره، تثني عليه، تقر له بالذنب، وتعترف بالتقصير، ويسجد قلبك وتسجد جبهتك. ولذلك لله، ولذلك أعبدنا أكثرنا حمداً لربنا. ولذلك أيها الأحباب، عندما نتأمل قول الحق لئن شكرتم لأزيدنكم، مع أن الله عندما أعطانا ووهبنا الحياة ما خلقنا إلا لنعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعجيب أن يخلقك لعبادته، ومن عبادته حمده، ثم يثني عليك إذا قمت بالحمد. إنه الكرم، كرم الله جل وعلا. ولذلك سورة الحمد، وتسمى سورة الحمد أعظم سورة في القرآن، لأن العبد يقف بين يدي الله ليحمده، ثم يمجده، ثم يثني عليه، ثم يسأله الطريق الموصل إليه، الطريق المستقيم. وفي كل لقاء مع الله لا يصح هذا اللقاء
حتى تحمده وتثني عليه وتمجده، ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم. لذا أيها الأحباب، حمد العبد لربه محراب عبادة ما دامت الأنفاس فيك. أنت تحمده على كل شيء، على كل نعمة، ولن يسدي لك نعمة إلا الله. انظر بعد أن ترفع من الركوع يذكرك الإمام سمع الله لمن حمده. الحمد لله الذي سمع حمدنا، الحمد لله الذي أتاح لنا فرصة حمده، ومن علينا أن نحرك اللسان والقلب والجوارح للثناء عليه وللاعتراف بجميله. ولذا عندما رفع الحبيب من صلاته يوما وقال سمع الله لمن حمده، سمع صحابيا يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال عبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحبيب بعد فراغه من الصلاة من قائلها؟ قال أنا يا رسول الله. قال إني رأيت 30 ملك، أي نزلوا من السماء يبتدرونها أيهم يرفعها إلى الله. من عظم هذا الحمد الذي عبأ الحامد السماوات والفضاءات وكل مكان. والعجيب أن الكون كله يحمد، العجيب أن بعض الخلق لا يحمد، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولذلك أيها الأحباب، الحمد وظيفة العمر، أن يكون الإنسان حامد. وقبل أن أبدأ وإياكم في تضاعيف هذا اللقاء، أقول إياك أيها المؤمن أن تعتقد أن الحمد تحريك اللسان بقول الحمد لله، وإياك أن تعتقد أن الحمد هو أن تشكر الله على وجبة أكلتها أو على شربة شربتها، مع أن الله يرضى، جل الله يرضى على عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. بل رتب الله على من قال، إذا قال العبد بعد شربة أو بعد وجبة حمد الله من قلبه عليها غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. مع أنه هو المنعم، مع أن الله جل وعلا هو المعطي، مع أن الله هو المنان، مع أنه ما بنا من نعمة فمنه، ويحمد الله عبده ويشكره إذا شكره، وما ذاك إلا لأنه جل وعلا هو الحميد المجيد جل وعلا. أيها الأحباب، الحمد ليس المراد به تحريك اللسان بقول الحمد لله، هذا من الحمد، ولكن الحمد هو يوم أن يكون عمرك، حياتك، بدنك، قلبك، لسانك، جوارحك، كلها تنطق بحمد الله جل وعلا. فلا تسخر شيئاً من به عليك الجليل، لا تسخره في معصيته. ولذلك لو نظرت شيئاً يغضب الله كفرت نعمة النظر، لو سمعت شيئاً بأذنك يبغضه الله كفرت نعمة السمع، لو مشيت بأقدامك إلى محرم كفرت نعمة المشي، لو سخرت بدنك في معصية من خلقه كفرت نعمة الحياة كلها. ولذلك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، المراد كفر النعمة وليس المراد كفر الملة. ولذلك أيها الأحباب، نحن نتحدث اليوم عن الشكر، هو يوم أن يجعل المؤمن حياته بأكملها بفضاءاتها، أن يجعل أنفاسه كلها تنطق بحمد الله. لما؟ لأنه لا يتصور من إنسان أن يستغني عن الله، من ذا الذي يستغني عن الله طرفة عين؟ ولذلك قال بعض السلف إني لأحمد الله على الهواء يدخله يدخل من هنا، ثم أثني عليه وأحمده يوم أن أخرجه من هنا. تصور لو أن الهواء دخل وما خرج، تصور لو أن الماء دخل وما خرج، تصور لو أن الطعام دخل وما خرج، ماذا يكون في حالك؟ كيف تكون؟ دخل يوماً كبير سن به مرض البروستاتا، تضخمت هذه الغدة،
في بدنه فاحتقن بوله في مثانته، فلما أدخل الطوارئ كان له أكثر من يوم منحبس البول أجلكم الله، وكان يعض في أيدي أبنائه، وكل من أراد أن يهدئه عض يده من الألم، وكان ينادي يا رب تخرج من شغاف قلبه، والدمع يسيل على خده ولحيته بيضاء قد شابت في الإسلام. أتى الأطباء يحاولون أن يدخلوا القسطرة البولية فيه ليخرج البول من متانته، كان التضخم كبيراً والالتهاب كبيراً، فما نفعه القسطرة وما خرج منه ولا قطرة بول، رأى الموت حتى أتى استشاري المسالك، فما كان منه إلا أن حسر عن ملابسه، ثم أخذ إبرة فطعن أسفل بطنه فوق عانته، طعنه بالإبرة طعناً، ثم ركب في الإبرة أنبوباً، فسال الدم مع البول يختلطان، ثقب المثانة فإذا هي تتفجر في كيس بجوار السرير، فإذا بكبير السن يضيء وجهه ويقبل يد الطبيب ويرفع عينه، اللهم لك الحمد حمداً لا حد له ولا عد، اللهم لك الحمد. ندخل الخلاء فيخرج الأذى منا، والله لو انحبس يوماً أو بعض يوم لتعكر كل صفو حياتك، والله لو قيل لك وقد انحبس البول في متانتك بكم ونخرجه تقول بكل ما ملكت ولا أموت، ولو ضمئت في الصحراء ثم كان هذا الكأس هو قيمة كل أملاكك وبيتك في ضاحية لبن وكل ما ملكت من الأموال وتجميع رواتبك قيمته كوب ماء، نعم ولا أموت. طيب ألا نشكر المنعم الذي يقلبنا في نعمه جل وعلا؟ إن الحمد أيها الأحباب، كما أنك لا تستغني عن الهواء ولا عن الماء، كذلك لا يفتر لسانك من حمد المنعم الذي قلبك في كل صباح في كل مساء، تنام والقلب يعمل، تصور لو أن القلب يتوقف إذا نمت ماذا يجري فيك؟ تصور أيها الحبيب لو أن النفس ينقطع وأنت نائم، من الذي حفظك؟ إنه الله. وما أجمل أن تكون الحياة أحبابي محراب سجود، كل الحياة الحمد لله، كل الحياة الشكر لله، كل الحياة ثناء على الله، هنا يزيد الله العبد بشكره يزيد في عطائه سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض السلف: إنا لنعجب أن الجليل جل وعلا أنعم، فلما شكرناه على النعم زادنا، فإنما شكرنا له نعمة، فنحتاج إلى أن نحمده أن ترك لنا فرصة حمده. يعني حياتك كلها إن حمدت أعطاك، تحمد من جديد يزيدك، إذن آخر محطات العطاء أن تلتقي في جنان ونهر دار الكرامة يوم أن يكون العبد حامداً. أيها الأحباب، لو سجد أحدنا حياته كلها، كم عمرك؟ 60 70 90، والذي بعث محمداً بالحق، لو سجد أحدنا الآن سجدة على حامل إبر محماة أو على الشوك، وافترش الشوك وسجد لله ليحمده على نعمة واحدة ولم يرفع رأسه حتى قبضت روحه، والله ما جاز نعمة واحدة. وقد ورد في الحديث الذي تعرفونه عما روي عن بني إسرائيل والحديث لا بأس به، أن عبداً أقام في جزيرة بعيد عن الناس، وكان أن أنبت الله له شجرة الرمان، كل يوم تنبت له ثمرة واحدة، فيأكل الرمانة ويشرب من الماء العذب ويصلي، حياة السجود 60 70 100 عام ساجد راكع، يلتفت يأكل هذه الثمرة ثم يشرب من معين الماء ثم يصلي، فلما أن قبض خير أيحاسب برحمة الله أم بعدله؟ هذا العابد سنوات طوال، هذا الساجد قال بعملي يا رب، بعملك
أم برحمتي؟ قال بعملي. واحد 100 سنة ساجد ما عصى الله طرفة عين. فلما وزنت أعمال السنين كلها ما كافأت إلا نعمة البصر. البصر، ولو أن ذاك العابد فكر من جديد، من الذي أنبت له الرمانة؟ ومن الذي أنبع الماء له؟ ومن الذي حرك النفس في رئتيه؟ ومن الذي حرك بدنه حتى ينثني؟ إنك لتعجب، أنت لن تستطيع أن تحمد الله إلا بنعمة الله، ولن تستطيع أن تشكر الله إلا إذا من وأعان. اللهم أعني أعني أعني، يعني بدون عون منك يا ربي فلن أثني عليك. ولذلك العبد يطلب من الله الإعانة على تحقيق العبودية، على تحقيق التوحيد. ولذلك أفضل نعمة سنذكرها من الله بها علينا أن لا إله إلا الله تحركت بها الشفاء. وكم من عابد سجد على وثن، وكم قبوري الآن أو رافضي مرتد يسجد على العتبات، وذاك يذبح الجاموسة والبغلة أو ما يذبحون يذبحه على الأنصاب أو على الأوثان أو على القبور. هو قد تعب الليل والنهار يسجد لقبر وإلى النار، فإن شركه أكبر. وأن تسجد لرب السماوات والأرض، هدايتك للدين نعمة، تحتاج إلى أن تثني على الله وتشكر الله وتسجد في محراب التعبد، بأن تجعل الحياة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإن كانت الحياة له فلا يفتر لسانك من ذكره ومن شكره ومن حسن عبادته، لأنه خلقك لهذه المهمة. وإن العبد يعجب أن بعضنا، يا أخي بعضنا تعبه يمدح الناس عشان سلفه، عشان زوجه، عشان أعطاه السيارة وراح المكة، عشان كان مكروبا ففرج كربه، عشان جاء في سجن الملز وكفله، يجلس الحياة يقول القصايد ويثني عليه، وكل ما جاء رفع قدره وبدأ يثني عليه وذبح له المفاتيح وفطحها وقعد القعدان عشان نعمة واحدة ما أنعم بها عليك إلا لأن الله أعطاه. يعني حتى اللي عطاك ما عطاك إلا من عطى ربي، فالنعمة في الأصل ما هي منها، الله يجزاك خير، هي من رب العالمين. ولذلك الأصل أن تحمده عليها. مما يروى في هذا المقام أن رجلا شيخا كبيرا قتل رجلا ودخل في السجن 20 سنة، وفي مدينة الرياض خرج لساحة التنفيذ، ساحة القصاص. فلما جلس على الأرض رأى أحد الصالحين شيب هذا الشيخ الكبير، وتأمل في أولياء الدم لعلهم أن يعتقوه من القتل ويحتسبوا عند الله أجره. فقال للسياف وللمنفذين: تسمحون لي أن أقف أمام ولي الدم؟ فأتى إليه فإذا هو شيخ كبير، قال: ألا تتقرب إلى الله بهذا الشيف السيب، هذا الشيخ الذي شاب، ألا ينتثر دمه لعل بقية عمره يدعو لك ولابنك، اعف عنه عل الله أن يعفو عنك. فعفى عنه لله وحده. فقيل للشيخ الكبير وقام، قالوا: رفع السيف عنك، اعتقت رقبتك. فتبسم. قيل له: أتذهب إلى من عفى عنك لتشكره؟ قال: لا، سأذهب للسجن أتوضأ لأشكر الذي أمره بأن يعفو، لأني جلست 20 سنة أسجد لله وأدعوه. هذه الساعة هي نهاية دعاء العظيم السميع المجيب، هو الذي أمره. ثم بعد يوم أتى إلى أولياء الدم فأثنى عليهم ودعا لهم. الشاهد: رجل مؤمن، ما من نعمة إلا وربي مسديها. ولذلك الحمد يجعل الحياة كلها جنة، لأن الله يزيدك: لئن شكرتم لأزيدنكم. الله أقل ما يعطي العبد يعطيه دنيا. الله قد يحب العبد فيصرف الدنيا عنه، لأن بعضهم يقول: الله ما أعطاني المال. أعطاك الركوع والسجود، أعطاك الوضوء، أعطاك الحمد، أعطاك الصبر، أعظم من الدنيا. وفي الأثر: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر.
ترى سوق الأسهم يوم يطيح فيها بعض الناس فضلا من الله وكرم، لأن بعض الناس لو تجرع بسوق الأسهم كان تفرعن على الأمة، لكن الله جل وعلا أخذ ما زاد من ماله ليرده إلى الصف الأول، لأن من يوم صار يبيع ويشتري صار يصلي في الصف الأخير، يوم راحت أمهات خمس جاء وصلى معنا في الصف الأول. الحمد لله، إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فلو أغنيته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلحه إلى الغنى، فلو أفقرته لأفسدت عليه دينه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الأحباب، لو سجدنا على حامل الإبر لما استطعنا، والله ما استطعنا أن نسدد فواتير نعمة واحدة. ولذلك العبد مطالب كل يوم إذا تحركت مفاصله أن يحمد من حركها. والعجيب أن البعض ينسى، يظن أن كل واحد أصبح بنعمة. أحبابي، هناك من أصبح بجلطة، هناك من قام أبناؤه بإيقاظه فما استيقظ. ما تسمعون قصص الموت المفاجئ والجلطات؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة مفصل من أحدكم صدقة. كيف؟ كم في الإنسان؟ 360 مفصل. على كل مسلم، على كل عبد حرك الله هذه المفاصل 360 كل يوم فاتورة شكر واعتراف وإقرار لله بالحمد يوم أن حركها. لو لم تشكر هذه النعمة لكنت في ذاك اليوم غير شاكر وغير حامد. فالصحابة قالوا: كيف يا رسول الله، كيف نشكر الله على تحريك المفاصل، على السلامة؟ قال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي رواية: وتعدل بين اثنين صدقة، ويجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. الله المستعان. بعضنا أحبابي صلاة الضحى، انظروا كبار السن وحرصهم على قيام الليل وصلاة الضحى. واحد من الشيبان يقول: يا شيخ، والله العظيم أني صليت لله 60 سنة في القرية، في قريتي، ما ظننت أن السنة الراتبة اللي قبل الظهر وبعد المغرب والعشاء وقبل الفجر، ما ظننت أنها مندوبة، ظننتها واجبة. لي 60 سنة أتسنن على أنها واجبة، وأن قيام الليل واجب، وأن صلاة الضحى واجبة. الله يحسن عزاكم اللي ما تصلون. يقول: قلت: والله لو أنك تعزينا حتى لا عزاء لنا. كان يصليها كأنها واجبة ثابتة عليه، ثم قال: يا شيخ، لماذا يصلون ويهربون؟ يهربون من ربي، يصلي والتسليمة الثانية عند النعال، يا ما يستحون من الله. عطاهم وعطاهم هذا الشايب الموحد. ترى بعضنا يوم زاد علمه قلت عبادته، يا ليته ما قرأ ولا درس، كان قاعدا على العبادة الجميلة، وكان قلبه قريبا من الطاعة، وكان لسانه رطبا بذكر ربه. ولذلك تجدون أحبابي أن بعض العوام الموحدين أكثر بكثير منا يا المتعلمين، طاعة وثناء وحمد، يخافون على النعم أن تزول، وإذا رأوا كفرا للنعمة بكوا. شايب في الشرقية خرج فوجد كيس حب بر، أي قمح، موجود عند كيس الزبالة، فتح إذا هو نظيف ليس به سوس ولا حب، فجلس عنده يبكي، جلس عند الزبالة أكرمكم الله وكيس البر هذا يبكي ويرفع، يقول: أهذا يرمى يا أمة محمد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رأى كسرة خبز في غرفة عائشة سقطت بلا علم منها، فرفع الحبيب كسرة الخبز وقال لعائشة: يا عائشة، أحسني جوار نعم الله، فإنها ما ندت من قوم ثم عادت إليهم. وجلس يبكي على كيس البر اللي طلعوه الربع ما يبونه. ومن اللي يبغى البر؟ الناس يأكلوا الرز، والآن حتى الرز نصفه للزبائن أكرمكم الله. وسنأتي في آخر فصل من فصول المحاضرة في الحديث عن مظاهر كفر النعمة. أعود إذن أيها الأحباب، كل مسلم منا بحاجة إلى أن يحمد الله على عدد الأنفاس،
وعلى عدد رمش العيون، وعلى عدد ما حرك الله مفاصلك. والله لو ما جاء أحد منكم الالتهاب اللي يأتي في أعصاب الرقبة هنا ما يقدر يلتفت، ما تستطيع والله أن تعيش، تتعب تريد تلتفت، تلتفت بكامل جسمك. لو أن شوكة دخلت بين أظفرك ولحمك، ما أخبار حياتك؟ تنقلب حياتك كلها عذاب. شوكة يا ابن الحلال انسها، وانا انساها، انقلبت حياتك ألم وحرارة وطبيب ويأخذوها بمنقاشه. ما استطعت أن تتحمل شوكة، والله جل وعلا منذ أن خلقك يقلبك في النعم. رجل مريض في مستشفى النقاهة في الرياض، مشلول شللا رباعيا، وهذا الرجل إذا أرادوا إخراج الغائط منها جلكم الله أدخل الأطباء في دبره 8 تحميلات، يصب القيح والألم ويعض الفوطة على أسنانه ويبكي. حياته من 7 سنين لا يخرج إلا بهذه الطريقة، ثم يكشفون بلا شك عورته، ثم يلبسونه الحفاظة، ثم بعد أن دخل عليه الزائرون له وقفوا يسلمون عليه عرق ودموع، فقال لهم: قولوا الحمد لله لم تكشف لكم عورة ولم تحتاجوا لإخراج الأذى منكم إلى تدخل آدمي، احمدوا الله. أنا لي 8 سنين وهم يشوفون عورتي ويلبسونني الحفاظة وتكشف عورتي، احمدوا الله. والله إن أمنيتي التي أتمناها ثم بعد ذلك يقبضني ربي أن أضع جبهتي على الأرض لو مرة واحدة. يقول: احمدوا والله اللي تسجدون وتلمس هذه الجباه الأرض، كثروا من السجود أيها الأصحاء. هذه وصية معاق مشلول شلل رباعي. أنت بحاجة إذا سجدت أن تحمد، وإذا رفعت أن تحمد، وإذا تنفست أن تحمد، وإذا أضاء الله عينك أن تحمد. كم تقدر نعمة البصر بكنوز الدنيا. لو قال أحد الناس: أنا كفيف أريد عينيك وأعطيك صك كل ما أملك، 1 مليار 2 مليار، أتبيع عينيك بكنوز الدنيا؟ لا والله. وبعضنا زعلان عشان سيارته ما هي بجديدة، وبعض الشباب زعلان لأنه ما لقى وظيفة، وبعض الأبناء زعلان عشان الوالد ما شرى له همبرجر أو ما غير الشنطة أو ما أعطاه مصروف يريده أو ما غيروا جواله. ما زعل، ما ننقل أبنائنا إلى من فقد النعمة ونوديهم لمصحاتنا ليروا مرضى السرطانات، أطفال بلا شعر يمشون في الأسياب يدفعون المغذيات وأيامهم في العد التنازلي، بعضهم يموت اليوم ولا بكرة. واسألوا الرقاة واسألوا الأطباء وخلوا عيالنا يشوفون النعمة التي سلبت من أناس مثلهم. ليس بيننا وبين الله نسب ألا يسلب هذه النعم. نحتاج إلى حمد، حمد من شغاف القلب، وأن أحبابي أن نداوم على شكر المنعم حتى لا تقع أضداد النعم فتنقلب النعمة. وكم واحد يتذكر الآن وهو على كرسيه المتحرك بعد الشلل اللي صار له بعد حادث، يتذكر يوم الصلاة: الصلاة خير من النوم، وكان ما يجي للمسجد. وكم واحد أحبابي كان غنياً فافتقر، وإذا الفقير رآه تمنى لو عنده شيء يخفف عن الفقير، لكن ماله راح. وكم واحد يتمنى أن يصوم 2 والخميس، لكن الحبوب اللي معه كيسة مليانة والطبيب يقول له لا تصوم، ما راحت عليه زمن شكر الله بالصيام في زمن القوة. حتى لا تحل أضداد النعم اليوم اليوم، عاهد الله ألا تترك ساعة ولا همسة ولا، بل العابد التقي في نومه ذكر. بعض الصالحين وهو ينقلب من جنبه إلى جنبه الآخر يقول: الحمد لله، سبحان الله، الله أكبر، إي وربي. بل إن بعضهم لما داوم الحمد، أحدهم يقول: أبي في مستشفى الملك خالد الجامعي جلس في العناية المركزة 7 أشهر وهو يقول: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، حتى ختم له بقوله الحمد لله، لأن حياته حمد. ولكن سنأتي إلى أن الحمد لله جل وعلا ليس كتحريك اللسان بالحمد دون أن يكون معه إقرار بالقلب وخضوع بالجسد
واستعمال للقوة في طاعة المنعم جل وعلا. أيها الأحباب، الله جل وعلا أمرنا في كتابه أن نتفكر في نعمه، نعم كثيرة، والله لو جلست اليوم تريد أن تحصيها لن تستطيع أن تحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول الحق جل وعلا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الله أكبر. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. إن أحبابي من جحد نعمة الله ألا تتفكر في هذه النعم الظاهرة والباطنة، بل إن الله أمر العبد أن يتفكر في هذه النعم حتى يحقق الشكر. ولذلك قال لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. أن اشكر لله أول عبادة، لأن الشكر من معانيه التوحيد. الإنسان إذا أقر واعترف وأثنى على الله تحققت له عبادة الإقرار، الإقرار. لذلك لاحظوا أحبابي، اللي منا أبرنا منه لأبويه، من أبرنا؟ أبرنا لأبويه اللي دائما يثني عليه ويذكر والده ووالدته بجميل معروفهم عليه: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يذكرهم من يوم اني صغير صبرت علي، الله يخليكم لي، الله يجعل حقكم عليه، الله يعظم اجوركم، تعبتكم في شبابي. ودائما البار من الابناء دائما يتحدث عن نعمه والديه عليه. ولذلك قال الله: ان اشكر لي ولوالديك، ولوالديك الي المصير. الشكر هذا احبابي اعتراف، والاعتراف هذا يجعلك تتذكر، لأن بعضنا قوته والنعمة التي وهبها الله ينسى ويقول كما قال من ذاك الذي خسف الله به وبداره الأرض؟ قارون قال: إنما أوتيته على علم من الله. هو المستعان. شوف التكبر، على علم عندي، هل الذي نسي الذي أنعم به عليه. ولذلك من أكبر ما يجعل الإنسان يتواضع للحق وللخلق أن يكون مقراً لله دائماً بأنه هو المنعم جل وعلا عليه. فلا حول لي ولا قوة لي، إنما الحول والقوة والفضل له جل وعلا. ألا وإن أعظم نعمة يوم أن رزقنا الله الإيمان كما قلت. يقول الحق: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فجعل إتمام الدين أعظم منة على هذه الأمة. إتمام الدين، وأن كيف تعبد الله، كيف تصل إلى رضا الله، كيف تشكر الله، كيف تحقق مرضات الله. دينك فيه الإجابة عن كل هذا، بشرط أن تحقق الحمد للذي أتم عليك النعمة. أتم الله عليك النعمة بتمام الدين. أحبابي، قد يقول قائل: إن بلاد الغرب مروج وأنهار وشلالات وخضراء، وعندهم مستوى دخل الفرد عال، وعندهم القلاع، ولديهم الضباب، وإن عندنا غبار وعندهم ضباب، وعندنا قاحلة وعندهم مروج، لماذا؟ كيف تقول لئن شكرتم لأزيدنكم؟ والله قد زاد الكفار في أرضهم صناعات وفجر لهم كنوز وأعطاهم من كل النعم، ويسمون أنفسهم الدول الأولى، ويسمون الدول العالم الثالث، ويسمون نايمين أو دول النامية، وهم الدول المتقدمة. كيف يكون ذلك والله قد وعد الشاكر بالمزيد؟ وها هو يزيد، من لم يشكر يزيد كافر، يزيد كفر، دول معربدة، دول ظالمة. فنقول: هل تعتقد أن جمال الدنيا أنها عطاء؟ الله جل وعلا يعطي الدنيا لحقارتها حتى أعداؤه، ويحرم منها لحبه، يحرم منها أولياءه. ذرهم يأكلوا
ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ولذلك الفاروق رضي الله عنه عندما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه قد نام على سرير من حبال قد أثر في صفحة عنق الحبيب، ومحمد عليه الصلاة والسلام خير من وطئ الثرى بأبيه وأمي، هو سيد ولد آدم، يا رسول الله أتنام على مثل هذا السرير وملوك بني الأصفر مع الديباج والاستبرق ومع الياقوت والدر والذهب؟ الحبيب رفع رأسه إلى الفاروق فقال: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم في الدنيا وتكون لنا في الآخرة؟ معادلة تنتهي، ينتهي معها المقارنات. إن عطاء الله أحيانا لك على معصيتك احذر، فإنها الاستدراج. ولذلك نقول لمن يعطيه الله وهو يعصي، ويفرغ عليه الله العطاء وهو يعصي، ويصب عليه الخير ويذنب ويجاهر، اعلم أنه الاستدراج. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. لذلك أيها الأحباب، إياك أن يختلط عليك الأمر. هذه أعظم الدول الأوروبية، دول النرويج وسويسرا وغيرها، هذه الدول الإسكندنافية هم يسمونها، هذه دول دخل الفرد فيها عال، ودولهم إذا رأيت الصور فيها تقول أهذه طبيعة من جمال ما لديهم، ومع ذلك هي أكثر دول العالم انتحار. وإن ولله الحمد الانتحار ما نذكره إلا من مرضى نفسيين أو مدمني مخدرات، ولا المؤمن الساجد الشاكر العابد لا يمكن أن يغلق الشيطان عليه باب الأمل لأنه لن يضيع ومعه ربه. ولذلك لماذا ينتحرون على أن الجمال في أرضهم والكنوز في أرضهم والصناعات في أرضهم والنعم في أرضهم؟ يموتون لأن القلوب، لأن الأرواح خاوية، لأن الأرواح خاوية. ولذلك اعلم أن الله قد يعطي من يبغض ويحرم النعم عمن يحب. ومن عباد الله من لو اغتنى لانتكس وولى دبره. أيها الأحباب، نعم الله جل وعلا كثيرة، ومن أولها قلنا هدايتنا لسبيل التوحيد، فاحمد الله على لا إله إلا الله، وتأمل في دول العالم. أحبابي الآن يأتي بلادنا مجموعة ممن يعملون عندنا، الديانة مسلم، اجلس معه ستجد أن كثيرا منهم مسلم لكنه مسلم مشرك. أتزور القبور؟ قال نعم. أتتمسح بجدرانها؟ نعم. أتنذر لها؟ نعم. بل بعضهم يقول أنا ما جتني فيزا للمملكة إلا بعد أن قدمت النذور والقرابين لقبر السيد الفلاني. هنا احمد الله على التوحيد، وانقل التوحيد إلى هذا المسكين الذي ما استطاع الوصول إلى رب العالمين. الوصول إلى العقيدة السليمة أعظم نعمة، أعظم من نعمة البترول، وأعظم من نعمة المصحات، وأعظم من نعمة الأمن. إن نعمة وصولك إلى الدين الحق نعمة، وربي لا تساويها نعمة، فاحمد الله. الثاني نعمة، النعمة الثانية التي يجب أن تحمد من شغاف القلب، أنك متبع لمحمد صلى الله عليه وسلم. تصدقون أن هناك فئام من هذه الأمة لا يطيعونه عليه الصلاة والسلام، طاعتهم لمن؟ لأسياد الطرق الصوفية، ولحراس المعابد الشركية، ولمن يقف أمام القبور الشركية. ولذلك احمد الله أنك أنت تطيع محمد بن عبد الله، تتبعه. يوجد في عالم الأرض من يقول إني أتبع موسى، وآخر يقول عيسى، وآخر يقول إبراهيم، ولكن إن الدين عند الله الإسلام. دلالتك إلى هذا الدين واتباع محمد عليه الصلاة والسلام نعمة لا يساميها نعمة. ومنها أيضاً النعم التي نشكرها بعد نعمة الدين واتباع محمد عليه الصلاة والسلام، نعمة اكتمال الحواس. أحبابي، الحواس التي هي أمانات عندنا ودائع عندنا، هذه الحواس تصور، يقول بعض أهل العلم
إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك. شو رأيك الآن لو تغمض الآن؟ هل تستطيع الوصول إلى بيتك؟ بل لن تستطيع الوصول إلى باب المسجد، ولن تستطيع لبس حذائك، ولن تستطيع قيادة سيارتك. يا أحبابي، كيف بمن يعيش في الظلام عمره كله؟ من ابتلي بحبيبتيه فصبر عوضته بهما الجنة. وأنت أنا من يوم خلقنا الله ونحن نرى النور ونرى الحياة. رجل أعمى، طالب من طلاب معاهد الأمل للمكفوفين، يقول لي يوما بعد إلقاء محاضرة: أنا الأول على المملكة، وأنا الأول على المعهد، وأنا متميز، لكني أخاف أن تذهب أجوري. لما يا بني؟ قال: لأني أتمنى أن أرى وجه أمي، أخشى أنها الأمنية تفسد الأجر الذي ينتظرني مع صبري على العمى. يبي يشوف وجه أمه. وانت كم نعمة رأيتها، السماء تراها، والأرض، والجمال، المسجد جميل تبارك الله. هذا الجمال لا يراه إلا أنت. الأعمى لا يدري عن شيء. الربيع خضرته، الزهر عندما اهتزت الأرض وربت وأنبتت، أنت ترى الجمال. أن تسافر حتى ترى الجمال. أحبابي، هذا الجمال لأن عندك حاسة سلمها الله لك. ولذلك كم ستشكر الله من سنة عليها؟ كم ناوي؟ كم سنة؟ ما دامت تضيء فيجب عليك أن تحمد، وإذا انطفأت حمدت الله لتصبر، فأنت بين صبر وبين شكر، أنت في نعم. هذه النعمة الحبيبة حمد الله على الحواس. وأنا أدعوك يا أيها المؤمن كل يوم وأن تقول الحمد لله. تصور نعمة عندك، تصور أنك مسلم، تصور أن الله حرك لسانك، أن الله جعلك تسمع، أنك تمشي، أنك ولذلك بعضنا يحصر النعمة في ماذا؟ يحصر النعمة في أمهات خمس، في الريالات فقط. ما ينسى، نسي أن عنده نعم تساوي الأرض كلها، فأحمد الله على الحواس. إذن النعمة التي ينبغي أن تشكر الله جل وعلا عليها هذه النعم الكاملة في حواسك. قال الله: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. جعل لك السمع والأبصار والأفئدة. الآن لو أن أحداً أمامنا الآن أصم، أيجلس هذه المحاضرة؟ لا يجلس. ولو جلس فإنما يرقب لنا نتحرك، وشفاه تتحدث، والرؤوس تهتز، لكنه لا يدري ما الذي نقوله. ألقى رجل داعية، أصم، أبكم، أعمى، يلقي محاضرات على في المملكة عندنا. كيف يلقي المحاضرة؟ يأتي برجل يعرف لغة اليد، فيجلس داعية أمام الناس، وقد بسط المترجم يده وهو يقول هكذا، والمترجم يتكلم ترجمة بيديه وهو لا يرى، لا يسمع، لا يتكلم. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. سلب الله منه ثلاث نعم، وأنت صب عليك النعم من غير ما تحتسب. والله ما أعطاك إلا ليسمع شكرك، وما أعطاك إلا ابتلاء بنعمة الله عليك. فهل قد شكرنا؟ الجميع يعترف بالتقصير، لا المتحدث ولا المستمع. هل يغني أن نقول والله مقصرين، والله ما قمنا بواجب النعمة؟ هل يغني هذا؟ لا يغني. أيها الأحباب، اجعل ما بقي من العمر كله حمد. دعاؤك للصلاة وقدومك إلى الله هذا من تحقيق بعض معاني الحمد. سجودك بجبهتك، جبينك على الأرض، هذا إقرار لرب العالمين الذي لا يحمد إلا هو. مشيك في الحياة، لا يفتر لسانك بذكره، لأن نعمه ما توقفت عنك. سؤال أسألكم بالله: لو أن الله لا يضيء عيني إنسان عصاه في الليل، أو لا يطلق قدمه في الصباح، كم واحد بيطلع مشلول؟ يعني إذا عصيت الله من المغرب إلى الفجر، الصباح تقوم أعمى، ما تشوف. ولو رأيت في الواتساب أو في تويتر أو في القنوات شيء محرم، الله يعاقبك، يسلب منك النعمة، يأخذ العيون. لو مشيت بأقدامك أخذ المشي، لو بطشت بيدك لأخذ قوة ساعدك.
تصوروا لو أن الله يعامل عباده على سلب النعمة التي يعصونه بها، كم يكون من معاق ومن أعمى ومن كسيح بيننا؟ يمكن والله ما أحد يقدر يتكلم، لو لعنت أخذ الله كلامك، لو نظرت أخذ الله سمع نظرك. إذن أحبابي، الله ونحن لربما نعصيه بنعمه يقلب النعم علينا، بل بعضهم يتدرب حديد ويسمع الحي على الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله، الله قبلها الله أكبر، وقاعد الله اللي من عليك الكبير هو اللي أعطاك العافية، وهو يتمرن ويلعب كورة، ما تقدم للصلاة. أليس هذا ضعف حياء؟ أليست قلة حياء؟ بلى وربي، لو أشتري لك سيارة ب200,000 وأجيك أقول لك وصلني إلى الدائري وترفض، الله له المثل الأعلى، وش يقولون الناس؟ يا قليل المروءة، شارين لك السيارة ويوم طلب منك مشوار ترفض؟ لله المثل الأعلى، هذا شرى سيارة، وما شرى السيارة إلا من نعمة الله، وما أعطاك إلا لأن الله أمره، فالمعطي هو الله، يجب أن تشكره هذا الأب أو المحسن إليه. فكيف الذي ما بكم من نعمة فمن الله؟ لذلك شكر الله جل وعلا على الحواس كلها. ومن الشكر أيضا أيها الأحباب، من النعم التي تستحضر، شكر الله على نعمة الأمن. وإنك لتعجب، بعضنا أيها الأحباب، لأن الله أمن أرضنا، اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان، وأمن كل أرض للمسلمين يا رب العالمين، واربط على قلوب الخائفين يا كريم، وأمن بلادهم، واكبت عدوهم يا أكرم الأكرمين. إن النعمة الأمن التي نحن فيها، والله أحبابي نعمة، اللهم إنا نعوذ بك من ضدها، نعوذ بك من ضدها. كل نعم الدنيا لو ذهب الأمن لما تلذذت بنعمة واحدة، العين اللي كنت متعها بتصير تبكي خوفا، لو أن أحدنا إذا خرج ابنه قد يعود وقد لا يعود، لو خرجت امرأته قد تعود أو لا تعود، لو هو جالس تحت بيته الآن والقصف ابتدأ شوي إلى المجلس والمقلط طايح، إذا هو يسحب أطفاله من تحت أنقاضها وماتت أسرته أمام عينه، أليس هذا بلاء مبين؟ لو أن أحدنا لا يأمن على عرضه ولا يأمن على ماله ولا على نفسه، أي أرض هذه التي تحرق ويعيش أهلها فوقها مطمئنون؟ ألسنا في نعم؟ نعمة الأمن، الأرض تحترق، البلاد حولنا تحترق وتجوع وتخاف، ونحن نزداد أمنا، بلادنا هي في حرب الآن، حرب داخلية على المجرمين في الداخل من مخدرات ومن إرهاب، وحرب في الجنوب مع أذناب الحوثيين وأذناب الصفويين، حرب، ومع ذلك والله ما حتى البلاد المحيطة المجاورة للحد الجنوبي في أمان وفي نعمة، ويخرجون ويأتون ويدرسون ويعالجون، والله إنها نعمة. هذه النعمة التي امتن الله بها على أهل مكة وأمرهم بعدها أن يخلصوا التوحيد له لإيلاف قريش. كيف؟ قريش، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لما رب العالمين زلزل جيش أبرهة وهربت مكة خوفا من أبرهة، زلزل الجيش، ثم قال الله لإيلاف قريش، ارجعوا، لائتلافهم، لاجتماعهم بعد افتراقهم وبعد خوفهم، هل لأهل مكة المشركين منة على حفظ الكعبة؟ المنة لله، اللي دمرهم هو ربي، واللي أرسل الطير الأبابيل هو الله، ماذا يريد الحق من عباده؟ قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كأن الله يقول لعباده، إذا أمنتكم وأطعمتكم فحققوا العبودية لي، فليعبدوا رب هذا البيت. ولذلك من النعم التي ينبغي أن نثني على الله بها نعمة الأمن. وكلمة الأمن يا أحبابي ثقيلة، اسألوا أجدادنا اللي كانوا خائفين قبل التوحيد، والقوي تلقاهم يصلون الفجر، مصلين الفجر ثم يلتفتون يجتمعون، نغزو من؟ نسطو على من؟ نسرق ابل من؟ يعتقدون أن الكسب هذا حلال. وكان الرجل يذهب المكة ويأخذ معه كفنه
ويودع عياله لأن الذاهب إلى مكة قد يصل أو قد لا يصل. الآن نشكر الله ونثني عليه ننام وبيوتنا كل الثلاثة مفتوحة، وبعضنا ينسى سيارته مفتوحة، وبعضنا أيها الأحباب وها هي بنوكنا بنوك أبوابها زجاج، اللهم لك الحمد، أبواب زجاج، والصرافات ترى في كل صرافة مبالغ وهي موجودة بيننا، يوجد لا تقول ما يوجد في كل أرض من يخون، لكن الطبع العام نحن في أمن في طمأنينة نشكر الله ونثني عليه. إذا مما يشكر الله عليه على جميعنا، لأن الأمن لو ذهب ما ذهب في قلب واحد، وواحد آمن واحد خايف واحد آمن، كلنا نخاف، ولذلك احمدوا الله على هذه النعمة واشكروه جل وعلا، وعلموا الأبناء نعمة الله عليهم بالأمن لأنهم ما خافوا، وعساهم يا رب ما يخافون. النعمة التي بعدها نعمة الإطعام من جوع. هذه أرض، أرضنا أرض قاحلة، أرضنا أحبابي أنتم شفتوا في الرياض يزرع كيوي ولا مانجا ولا تفاح أو موز، الآن أنت تذهب إلى بيتك يحضرون لك طبقاً فيه 10 أصناف من الفاكهة ولا واحد منها مزروع عندك. الآن أنا وإياكم لابسين، كل واحد منا يقول أحد الكتاب وكانت كلمة جميلة يقول نحن الآن لابسين، لو قال أحد منا ما لم يصنع في وطني فليرحل عني، تعرينا كلنا، لو قال ما لم يصنع عندنا فليرحل عنا، كل اللي عندنا مهم، كل ذلك الطاولة وهذا وهذا كل ما عندنا مصنوع في بلاد غيرنا ويجبى إلينا، والصانع له أحياناً ما يقدر يستخدمه، والباذر والزارع للفاكهة يوجد بلاد زرتها، زرت بلاد أفريقية تصدر الأناناس وتصدر الكاكاو في غابات، فقلت لهم تأكلون؟ قالوا لا، الكاكاو قالوا لا نعرفه، كيف؟ قال هذا يصدر لأوروبا، أما نحن فقط نزرعه، نحن لا نأكل، ولو أكلنا لغضب علينا صاحب المزرعة، بلاد تزرع وناكل ويصدر لنا الخير. هذا الجوع كان موجوداً في بلادنا، اسألوا الأجداد، أنا بسأل أبوي الله يحفظه موجود، وتجاوز 80 ويقص لي كيف كان حال نجد وما حولها، كان أغنياء الصومالي يستفتون فقهاء الصومال في جواز إرسال زكاتهم إلى نجد الجائعة، وأفتى فقهاء الصومال الله يجزاهم خير، من 80 سنة أرسلوا لنا زكاتهم الله يجزاهم خير، وبقيت الآن الصومال جائعة وأنت غني، وما ذاك إلا من نعمة الله. رجل في منطقة من مناطق المملكة كنت عنده في مزرعته، ومزرعته كبيرة، رجل من أهل الثراء وكان عنده عمالة من الشام، وكان هذا الشامي الذي عنده يعامله كابنه، قال هذا جدي كان يعمل عامل عند جده في الشام، جد السعودي هذا يعمل عامل عند جد العامل الذي عنده، فانقلبت الموازين فأصار حفيده عندي، لكنه يسوى عيني لأني أبره برًا بأبي وجدي. أحبابي النعمة التي عندنا لا بد أن نحسن جوارها، والحمد مو بالحمد على أنك خبزة ترفعها وتروح، إذا زوجت بنتك ذبحت لك 150 رأس، التفاحة لو نجدها على الأرض ساقطة رفعناها فوق الجدار، أو قطعنا التالفة وأكلنا الباقي، هذا بعضنا، لكن إذا جاء عنده عزيمة جاء جنون العظمة والافتخار والرياء في الإكرام، وذبح وحدة وثنتين وثلاث وجعل فيها العافية إذا كانت تؤكل، لكنها لعيونهم وليست لبطونهم ثم ترمى في الزبائن. العجيب أحبابي أننا كلنا نندد بالمبذرين، أجل من المبذر؟ كلنا ما شاء الله كارهين الخلو، إذا من الذي يبذر؟ هو واحد منا، لكن إذا شاف الموجة معنا قال نعوذ بالله من التبذير، قال أعوذ بالله من التبذير، أنت واحد منهم، يوم زوجت ولدك ويوم زوجت بنتك ويوم عزمت ضيفك ويوم وديت عيالك
للزواج بفلان، بنت عمهم يوم عرست، كم جملتهم؟ كم ذهبوا إلى المشغل؟ دفعت 1500 في المشغل، 2000 في المكياج، و2000 في الفساتين، ونعم لا تعد ولا تحصى، وجبنا صينيات الحلا. ما تلاحظون بلادنا خباز فوال راعي حلا، بعدين راعي حلا خباز فوال مطعم، حتى مساجدنا صارت ما توصف إلا بالمطاعم. جاك المطعم الأول اتركه، الثاني خلاه على يسراك، المطعم الثالث ادخل على اليمين. صارت حياتنا طعام وأكل ونعم. هذه النعم أيها الأحباب إن لم يحسن جوارها من جميعنا، من جميعنا مو من واحد، حتى الذي لا يبذر يجب عليه أن ينكر على المبذر، لأن الذي نحن نراه، وتعرفون الموجة اللي من شهر ونص، موجة اللي يسمونها موجة الهياط، موجة الجنون، موجة كفر النعمة، هذا أفضل ما يقال، ما نسميه هياط، نسميه كفر النعمة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، فكفرت، كفرت، كفرت، ردد كفرت، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بما كانوا يصنعون. أمن المنطقي ومن المعقول أن أرضا من أرض الله تجوع وهي جنبنا ونحن نشبع؟ من المنطقي أن يموت أطفال مضايا جوع وعيالنا يموتون تخمة وشبعا؟ وهذا دينه الإسلام وذاك دينه الإسلام؟ أين الأخوة وأين حفظ النعمة؟ أحسنوا جوار نعم الله فإن النعم لا تدوم. ونحن مع جيل من الأبناء، جيل قادم، هذا الجيل أحبابي تربى على الترف، تربى على الترف، ما ذاق الجوع يوما، ما ذاق الفقر يوم، ما عاشوا يوما كامل على وجبة واحدة. لو أن جده أخبره ووالده أخبره أنه كان يتمنى التمر أن يشبع من التمر، يقول والدي كان في بلدنا إذا علم أحد الناس بزواج سيحدث بعد شهر وهو عنده نية السفر أخر السفر حتى يدرك الزواج ليأكل لحمه، يأكل من اللحم لأنه لا يجد اللحم. والآن الأولين كانوا يمشون مئات الكيلومترات يطلبون الرزق، وإننا نمشي نخفف الرزق، يربطون على بطونهم الحجر من الجوع، وإن عمليات تكميم المعدة وتحويل المسار وسمكرة فيها بطون الناس لأنه عاجز يمسك يده من رز، من الرز والطعام هذا. سبحان الله، نعم، كان الأولون يعانون سوء التغذية ونحن نعاني الآن سوء الهضم. نذهب للأطباء وأول ما تجي للدكتور قال علاجك اترك الأكل، لا حول ولا قوة إلا بالله. صار علاجاتنا عند الأطباء ترى السكر والضغط والكوليسترول أمراض نعمة، ما هي بأمراض فقر. الفقير ما يجي سكر، هو لقى سكر حتى يجي سكر، ولا يجي كوليسترول، وين الدهون؟ وحصل له دهون عشان تلقى تجد دورته الدموية ما شاء الله تمشي 180 ما فيها مشكلة. الآن النعم والجلوس والركون، نحن ما نقول إن حال آبائنا أفضل من حالنا، نحن حالنا في الطعام والشراب أفضل، لكننا حالنا في الشكر أقل، في الشكر أقل. كانت دنياهم قليلة وألسنتهم ذاكرة وشاكرة ومعترفة، بل الجيرة قديماً يستحي الجار أن يطبخ ولا يوزع من طعام بيته على أقرانه. يقول لرجل في مكة، يقول أنا في حارة من حارات مكة كانت أمي منذ 20 سنة أمي تصنع طعاماً واحداً، فإذا أتى الغداء أكلنا 8 أو 9 أنواع من الطعام وما طبخت إلا واحد. كل جارة تطبخ صنف ثم ترسل من صنفها الذي يختلف عن صنف جارتها، فتجتمع الأسر على قليل من الطعام على جيرة ومحبة، والأكل لا يلقى وما بقي نأكله، أو دجاج داجن في البيت يأكله. نستحي من الله أن يرمى كسرة خبز أو حبة رز. ونحن الآن أيها الأحباب اسألوا الخادمات، ونوع الإسراف اللي عندنا ليس المراد في الأكل فقط، عندنا إسراف مريع مخيف، إسراف في الماء. ما تلاحظون الليات اللي تغسل الأحواش يضرب أن تدري أن المملكة العربية السعودية أن لتر الماء
أغلى استخراجاً من البئر، أغلى من لتر البترول؟ تصدق أن الدولة تنفق على لتر البترول أقل ب50% من لتر الماء؟ الماء جاينا من 500 كيلو محلى مقطر مدري إيش، وإن الله يحفظك إذا واحد منا بيتوضأ افتح البزبوز لين آخره الحنفية ثم بدأ يرفع الكم الله يجزاه خير، وإذا جاي يغسل رجليه تقول يغسل سيارة بستم يضرب الماء من كل جهة، وإذا تروش جلس حتى بعضنا من الكفر للنعمة ينشد ويغني تحت الدش مبسوط إنه في البانيو، وبعضنا يعبي البانيو نصف وايت عشان يغتسله، أي كفر لنعمة الماء هذه؟ وبعضنا هذه نعمة، نعمة مهدرة، أين الشكر لها؟ ولذلك قال بعض أهل العلم الذي يتوضأ يؤجر لوضوئه وقد يكون مرتكب لكبيرة الإسراف مع وضوئه، متوضي يريد الأجر وعاصي عليه الوزر بالماء الذي كان يستخدمه. أحبابي هذه بالضبط 330 ملي، لو تزيدها إلى 400 ملي، ها 400 ملي يعني تزيد عليها بيالة، كانت هذه يتوضأ بقدر مائها الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ في مد ويغتسل في صاع، الصاع 4 قوارير من هذه، الله المستعان. تكفينا هذه ما توخر الشامبو من الرأس صحيح؟ وبعضنا أيها الأحباب يعتقد يقول الناس هم الله يهديهم يسرفون، سكر الحنفية أول وعلمك من المسرف أنت أولهم الله يجزاك خير. ولذلك أحبابي أنواع الإسراف تنوعت في الطعام في الشراب ثم في الماء ومنهم في اللباس. البعض أحبابي اسألوا النساء الآن ما رأيكم في الفستان اللي حضرت به أم فلان زواج آل فلان، هل تلبسه لزواج آل فلان اللي بعد أسبوعين؟ مستحيل. اسألوهن، العاقل منهن والمجنون كلهم يتفقون على أن هذا شافوني فيه، شافوس عارية، شافوس في فستان قيمته 500-600. ولذلك صار بعض الناس بعض أدراج ملابس النساء والأطفال، تذكرون يلي أعماركم 50 و40 كم كان عندك ثوب يومك شاب بن صغير؟ يقول واحد، نعم واحد، وبعضهم الثوب اللي يعيد به في رمضان هو الثوب اللي يعيد به في ذي الحجة، وهو الثوب اللي بيستمر الله يجزاه خير إلينا الله يفرجها من عنده يغسله، وبعضهم يجلس بلباسه الداخلي حتى يجف ثوبه هذا مو من 200 سنة، هذا ليس من 200 عام، هذا من أقل من 30 سنة. بعد الأذان نكمل. الحمد لله. إذن من أنواع شكر الله استحضار نعمة الإطعام من جوع، الإطعام من جوع، ولذلك ينبغي أيها الأحباب أن نربي الأبناء على إحسان جوارهم لنعم الله، وأن نقص لهم قصص الأمم التي مزقها الله جل وعلا شر ممزق كسبأ وقارون ونحوهم ممن كفروا نعمة الله فألبسهم الله لباس الجوع والخوف. أيضاً من النعم التي يستحضرها العبد عند شكر الله نعمة وجود الوالدين، نعمة وجود الوالدين نعمة لا تحد ولا تعد، أن يكون لديك باب الجنة مفتوحاً، أن تكون لك أقدام إن لزمتها دخلت الجنة، أن يكون باب البركة مفتوح في حياتك على مصراعيه، أن يكون لك لسان شاكراً لله ومقر بجميل أبويك، نعمة لا يعرفها إلا من فقد والديه أحدهما أو كلاهما، أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير، ومن لم يشكر لوالديه لم يشكر لله. وشكر الوالدين حتى بعد وفاتهما، لأن الإقرار لهما بالجميل بتربية أبنائك على البر، بالصدقة الجارية، بالعلم الذي تنشره والأجر لهم، بالمسجد الذي تبنيه والأجر لهم، بأن تقص لأبنائك قصص حياتهما كأن الآباء موجودين. لذا أيها الأحباب يا من أبقى الله لك بابا في الحياة إلى الجنة اتق الله ولا تشيح وجهك عن هذا الباب،
وادخل مع باب البر جنات النعيم. قال الحبيب: إلزم قدمها فثم الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخلاه الجنة أو لم يدخل الجنة. ولذلك أيها الأحباب، بعضنا في ضيق وهم وقتر ونزع بركة بسبب أن أبويه أحدهم موجود الآن أو كلاهما قد مات أو كلاهما على قيد الحياة، ولكنه ما رزق حسن الصحبة لهما. صحبنا الجوالات وصحبنا الزملاء في الاستراحات، وذهبنا للدوام وجلسنا مع الزوجات وجلسنا مع العيال وذاكرنا لهم، وكل هذا جميل، لكنه بعد الفراغ من صحبة الأبوين. إن انشغلت عن أبويك بأي مشغل كان إلا عبادة الرحمن، أي مشغل سيعذبك الله بما أشغلك عنهما. ولد يتسلط عليك الولد، مرة تتسلط عليك المرة، تجارة تفسد تجارتك، صدرك يضيق. ولذلك من النعم اللي تنساجد أبوك حي، أمك على قيد الحياة، كلاهما أحدهما، أكثر من شكر الله، احمد الله أن أبقى لك هذا الباب مفتوحا. فلما بكى أحد السلف موت أمه قال: ما أبكي موتها، فما ولدت وما خلقت إلا لتموت، لكني أبكي بابا إلى الجنة كان مفتوحا فأغلق. فعودوا واشكروا نعمة الله عليكم، اشكروه والله لو تسجد سنة على أن الله مخلي حلوة اللبن على قيد الحياة، والله إنك ما شكرت نعمة وجودها. عد إليها واعتذر مما مضى والزمها واصحبها، وإذا كان عندك 4 ساعات فراغ اجعل 3 ساعات لها، وساعة قض فيها مقاضيك وأشغالك خلك عندها. فنظرك إلى وجه أمك وأبيك باب من أبواب العبادات، فلا تحرم نفسك هذا الأجر. أيها الأحباب، من أعظم أبواب الشكر العملي، الآن نصل وإياكم إلى الشكر العملي. كيف يشكر الإنسان ربه؟ أولاً أيها الأحباب، بأن يؤدي الفرائض بعد أن يؤمن بالله. ما شكر الله عبد ما حقق وظيفته على وجه الأرض. تصور واحد موظف في شركة ولا يداوم وفصلوه يزعل، يقولون إنك لم تداوم. واحد يقول أنا عبد وحقوق الخالق المعبود جل وعلا لا يؤديها، أهو قام بحق الوظيفة هذه؟ ولذلك أحبابي، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، فرائض الإسلام كلها إذا لم تحققها وتكمل ما نقص منها بالنوافل، وإلا ما شكرت، ما شكرت. واحد اللي يسمع المؤذن حي على الصلاة ولا يأتي في بيت الله مصل، ما شكر الله. واحد كل سنة الحج قدام، الحج السنة الجاية، وإلى الحين ما بعد هذه السنة الجاية، ما أدري متى تأتي. هذا قد كفر نعمة الله بالصحة وبالمال الذي وهبه. والذي أيها الأحباب، واحد حرك الله أعطاه الله المال، أعطاه الله المال، لاحظوا مو من كسبه اللي وهبه الله، ثم استقرضه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ثم لم يقرض الله؟ هذا شكر نعمة المال؟ أهذا قد شكر نعمة المال؟ لذلك من أجمل مظاهر الشكر أن تؤدي الفرائض. ومن مظاهر الشكر أيضا البعد عن المحرمات. هل رأيتم رجلا ينظر إلى امرأة فاتنة يعصي الله وهو أعمى؟ شفت واحد ينظر إلى اليوتيوب وهو أعمى، داخل على www في النت وهو أعمى؟ لا يدخل إلا صاحب نعمة البصر. أرأيتم أحدهم يرقص طربا وهو أصم؟ لا يمكن يرقص طربا بما حرم الله إلا من أعطاه الله نعمة السمع. أرأيتم واحد كسيح ينشغل بالكرة ويقذفها والمؤذن يذن؟ ما يفعل ذلك الكسيح، يفعله القوي الصحيح الذي أعطاه الله نعمة القدم ونعمة الركل ويتحرك. فأحمد الله يا عبد الله. فمن عطاء الله البعد، فمن شكر الله البعد عن معصيته. أيها الأحباب،
حتى لا أطيل عليكم، ذكر الله جل وعلا في كتابه إن المنتفعين بآيات الله والشاكرين له حق الشكر هم الذين ينظرون إلى الكون كله أنه يسبح ويحمد وهم من هذا الكون. يقول الله: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته، يريكم من آياته كل حتى وفي أنفسكم ألا أفلا تبصرون. هذا الكون يريك الله من آياته، لما يا رب؟ قال: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولذلك لا يستفيد من الكون فيزداد حمدا. ترى بعضنا الآن إذا مر على الكون وشاف العمارة الزينة قال: وين جاب الفلوس؟ شاف السيارة قال: اهب، من وين جت الدراهم يا أخي؟ شاف شيء جميل بدأ يعين الناس، يحسد الناس، يعترض على عطاء الله. المؤمن الموحد لا يحمد الله: اللهم لك الحمد، مننت على الناس بنعمك ظاهرة وباطنة خفية وباينة، يا رب ارزقهم وأوزعهم أن يشكروك. بل إن العبد أيها الأحباب إذا بلغ الأربعين، ولا تزعلون، أنا طبعا وإياكم ما منا في المسجد أحد بلغ الأربعين، كلنا ولله الحمد فوق العشرين فضلا من الله وكرما، وما كذبت بذلك، كلنا فوق العشرين. أقول: إذا بلغك الله الأربعين ولا زلت مشغول بجمع الدنيا دون أن تلتفت إلى ما قطعت من عمر، فتحمد الله على ما مضى وتستعد فيما بقي وترتب الأولويات فيما بقي، وإلا فإنك عدو نفسك. اسمع قول الحق: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك اللي راحت هذه، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا أيضا في اللي بتجي. ولذلك أيها الأحباب، من شكر الله أن يبلغك 40، ومن شكر الله أن يبلغك 60. يقول صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ بلغه 60، أي ولم يتب ولم يستغل ما بقي من العمر. وجاءكم النذير، والنذير هو هذا البياض الجميل الذي هو نور في وجهك، وأبشر من شابت لحيته، أبشر اللي شايب، لا تصبغ فتزيل هالجمال، ما صبغ إلا بالأسود، الصبغ بالأسود هو المكروه أو بعضهم حرمها. أقول: أبشر من شابت لحيته إن الله يستحيي منه. الله أكبر، يستحيي من ذوي الشيبة المؤمن. بل ومن إجلال الله أن نكرم صاحب الشيب، ويا صاحب الشيب ما شابت لحيتك في هذا الدين العظيم الذي جعل الله من شاب يستحيي الله منه، إلا لأنك عبد بعد أن شابت لحيتك شاكر ذاكر معترف مقر طاهر القلب تستعد للقاء الله. ولا ينبسط الشباب كثيرا، ترى معظم الموتى في 5 سنوات الماضية في الشباب، الشيبان أطول الناس عمرا بالتقارير الصادرة من مغاسل موتانا، حقيقة أكثر من 71% يموتون دون 30. أسأل الله أن يمد في آجال الجميع على طاعته. أيضا أيها الأحباب، ذكر العلماء للشكر 3 مراتب، ولعل بعد ذلك نبدأ نختم. الشكر، ذكروا شكر القلب وهو أعظم أنواع الشكر، وهو إقرار القلب بشكر المنعم وتصور حتى الهواء وهو يدخل تحمد الله عليه. هذا القلب المنيب الساجد لله، هذا شكره يقود أنواع الشكر. الشكر الثاني شكر اللسان، ألا يفتر الإنسان من الثناء على الله بلسانه، حمداً يملأ السماوات يتحدث: وأما بنعمة ربك فحدث. حدث لا تفاخراً، لا تفاخراً، لا، إنما أنت تحدث إقراراً بضعف شكرك له، وإقراراً بمنته وتمام عطائه. ومنها شكر الجوارح كما قلنا: الصلاة، تلاوة القرآن، الحج، العمرة، النفقة، كل ذلك يعد شكراً لأنه تحريك للبدن. ولذا قال الله لآل داود: اعملوا آل داود شكراً، فجعل عملهم جعله من أنواع شكر الله. ولك أن تتأمل، حبيبنا عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل وكانت تتورم أقدامه، وكان يصلي وهو عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. تصلي لما يا رسول الله؟ صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار. تسأله عائشة: تصلي لماذا وتتورم قدميك يا رسول الله؟ قال: أفلا أكون
عبدا شكورا، وفي رواية أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، فجعل أن من حمد الله يوم غفر له أن يحمده فيشكره بإدامة الصلاة. طيب أنا وإياك مغفور لنا؟ الله المستعان. ومع ذلك تجد أن شكرنا لله بالقيام بواجب الشكر العملي. تقوم الليل، يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا، وهو مضمون له الجنة. طيب أنا يا أحبابي ما ضمنت الجنة، المفروض نقوم الليل كله بدون قليلة، ولكن قم لو قليل، لأن هذا من الشكر للجوارح. حبيبك عليه الصلاة والسلام كانت تتفطر أقدامه، فكان الرد أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. أيضا أيها الأحباب، ذكر الله في ختام محاضرتنا، نقول ذكر الله أن النقم أضداد النعم وحلول أضداد النعم تكون عند كفر النعم، تحل بالأفراد وتحل على المجتمعات. بعضنا يكفر نعمة الله في بيته فينزل الله في بيته الفقر والجوع والخوف، خوف أمراض نفسية، رقاة يقرون كل اليوم، والمرأة متنافرة من زوجها، والابن عاق لوالديه، والراتب ما يبقى فيه شيء، وآلام تتنقل في أبدانهم، وأطفالهم متناثرين ومبعثرين سبحان الله، نزع الله بركة بعض البيوت لما تركت شكر المنعم سبحانه. وقد ينزعها الله عن الأمة كاملة وعن مجتمع كامل. ولذلك ذكر الله جل وعلا أن قرية أن سبأ، أهل سبأ كانت تأتيهم الرسل فيؤمنون، فأبقى الله جل وعلا عليهم النعم، فلما كفروا اسمع قول الله جل وعلا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، لأنكم تشكرون، طيبة جنان. بعض البلاد كانت جنة، بعض البلاد تمشي فيها مسافة كيلومترات لا ترى الشمس، لأن أغصان الفواكه ملتفة حولها على حول، وكل ساق بجواره ساق، حتى الآن كلها محترقة. قال الله: فأعرضوا، أعرضوا فأرسلنا عليهم، أعرضوا عن الأنبياء وأعرضوا عن شكر النعم، ما هي العقوبة؟ قال: فأرسلنا عليهم سيل العرم. تذكرون سد السد الذي انهدم، فهجرت، بل العرب تناثروا من أرض اليمن، من أرض سبأ، وتفرقوا في الجزيرة العربية بل في بلاد العالم بسبب زوال نعمة أهل سبأ. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. والصورة الثانية للعذاب عندما عذب الله جل وعلا قارون الذي قال: إنما أوتيته على علم. كانت العقوبة لأنه لم يبتغي بما آتاه الله الدار الآخرة، قال: فخسفنا به الأرض. ولذلك أيها الأحباب بالشكر تدوم النعم. وما أجمل أيها الأحباب، ما أجمل أن نكون أن نتواصى على شكر الله باطناً بالقلوب وظاهراً بالألسن والجوارح، وأن ننكر منكر السرف، وأن نعلن لأبنائنا أن الحمد تزداد النعم به. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، والله لو قال الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ألا أسلب ما عندكم، لكان له الشكر سبحانه. يعني ما يعطينا زود، فقط اشكروا وأبقيها، لكانت نعمة. فكيف والكريم الجواد يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولكن أضداد النعم: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولا تعتقد أن عذاب الله الشديد معناه فقط أن يأخذ النعمة، لا، قد يزيدك نعمة ويعطيك ويعطيك. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، أعوذ بالله. فقد يعطي الله الظالم لنفسه
الذي يستعين بالنعمة على معصية ربه قد يعطيه ويعطيه لكن ليشقيه لا ليرضيه حتى إذا فرح. ولذلك الأمم التي تغرق في الترف إذا أخذت منهم النعمة ما يستطيعون يعيشون. تقدرون تعيشون بدون كهرب ولا ماء؟ جداننا ما في كهرب ولا ماء، اسحله ودربه ها واسراج ابو دنان هذا التالين متطورين وانتهت، وهذا الذي عنده وعايشين. هل ابناؤنا يستطيعون يعيشون بلا مكوى وبدون همبرجر وبدون مكيف سبلت؟ اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. إذن فلنقص لهم خبر النعم التي زالت من أقوام كفروا بنعمة الله فاستبدلها الله جوعا وخوفا. أسأل الله باسمه الأعظم أن يرزقنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعينا من خشيته دامعة. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم يا رب إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نعوذ بك من كفران النعم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعنا ولا تعن علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين. يا رب لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا واغفر لهم كما ربونا صغيراً وجازهم عنا خير ما جازيت والداً عن ولده يا رب العالمين. اغفر لأرحامنا وجيراننا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك حياً كان أو ميتاً يا رب العالمين. شكر الله للأحبة في هذا الجامع المبارك هذه السلسلة المباركة، وشكر الله لكم اجتماعكم. يا رب نادنا من السماء أن يقال لنا قوموا مغفوراً لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. وصلى الله على نبينا محمد.